يعني مش قادرة أتخيل يا دكتور يعني إيه مستشفى افتراضي، لكن خليني يعني أقول كده مع حضرتك، هل إن أنا هبقى بتواصل مع الدكتور عن طريق الإنترنت مثلا؟ يعني احكي لي إزاي ده بيحصل؟ هو يعني في الأول المستشفى الافتراضي دي هو عبارة عن تقديم خدمات تطبيب عن بعد من خلال شبكة معلوماتية. يعني احنا بنقدر نعمل استشارات طبية، نقدر نعمل استشارات للخدمات التشخيصية زي الأشعة والمعامل عن طريق أجهزة معينة بتتوصل بالبيشنت، يعني بتوصل بالمريض، بيكون المريض في مكان والدكتور في مكان تاني، وأجهزة معينة اسمها وحدات التيلي ميديسن دي بنبدأ متوصل بيها سماع الطبيب، جهاز ضغط، جهاز رسم قلب، مناظير للعين وللأنف والأذن. من خلالها ممكن الطبيب وهو في مكان ريموتلي يعني بعيد شوية يقدر يعمل تشخيص للمريض ويقدر يكتب له العلاج بتاعه وهكذا. طب ده باختصار موضوع يعني التعريف بتاع المستشفى الافتراضي.